ما هذه الليلة الباردة؟ دثار واحد لا يكفي، أولاد الكلاب. نريد دثارا آخر؟ نحن اثنان هنا. مع ذلك خير من حرارة الجلد بالصهد. خذ. أنا اعتدت البرد في هذا المكان. ولك لي ولك متزوج؟ هذا أفضل. ليس البرد والضرب والجوع أشد ما في السجن، أشد ما فيه يحدث هنا حينما تتذكر عيون أطفالك أصواتهم وزوجتك وتلك الأشياء الصغيرة التي لم تكن تلتفت إليها في بيتك. عتبت الدار، الجرة التي تشرب منها، الغطاء الذي تجلس عليه، الموقد الذي تتدفأ به، كلها تصبح واضحة متألقة في داخلك. هذا أشد ما في الأمر. لا تحتاج أن تكابد هذا كله. فلنتعاهد. كلانا يريد الغاية نفسها، أو على الأقل يعتقد ذلك. إذا خرج كلانا من هذا المكان مضى إلى غايته بالطريقة التي يراها، فمن بلغها أولا أو بلغ منها شوطا بينا دعا بالآخر ليلحق به في هذا الشأن. إذا خرج أحدنا دون الآخر سعى سعيه ليخرجه. ما رأيك؟ هذا عهد. هذا عهد. هذا أمر موقع من جؤثر نفسه بالقبض على رافع بن ميمون. خذ ثلاثة من الرجال واذهب إلى بيت الرجل، ولا تنسى أن تنظر في بيته لعلك تجد فيه ما يستحق الحمل. ها؟
لم تنجح بعد مع صاحبك؟ إنه من النوع الصعب، ولكني سأنجح. إنني أجد لذة خاصة في كسر همة هذا النوع. اذهب الآن إلى عملك. سيدي ابن حدير، أهلا ومرحبا. كنت آتيك لو طلبتني، هذا شرف. لا أهلا ولا مرحبا. تعال معي. تعجلوا عليك اليوم بالنزهة، لا تنسى أن تذكرني وأنت تشم عليل الزهراء وحدائقها. الآن ألا يبدأ أحدكما بالحديث؟ من يستمع؟ ألم يعلمك أحد بالخبر يا سيدي؟ ابن عمك ذاك روى لي ما يعلم الفتى وما أعقب ذلك، ولكني أريد أن أسمع منكما. هو ذاك يا سيدي كما أخبرك عسقلاجة. لن تصدق ما يقوله هذا وابن عمه يا سيدي الوزير. قد رأيت ابن عمي؟ أذاك وجه رجل يعتد بكلامه؟ إنني أعول على نظر السيد الوزير. الأمر أكبر مما يزعمان. هذا الرجل ينقم على خاصة أمير المؤمنين وبطانته وأهل خدمته، أعني جميع هؤلاء الصقالبة والسادة الموالي، وقد سمع وهو يجهر بذلك. وفي فطنة السيد الوزير ما يغنيني عن التفصيل. هذا كذب، كذب، لم يسمعني أحد أقول هذا. من لم أكن أتوقع أن تقر به أمام شيخ من شيوخ السادة الموالي. يا سيدي هناك شهود. لقد بعثت بابن عمك ليأتيني بشهود، وقد ذهب وعاد كما رأيت. حتى والد الفتاة؟ إنه الرجل الذي أعمل عنده. إنهم خائفون يا سيدي. أما شهودي فحاضرون يا سيدي. شهودك من نوعك؟ من نوعي؟ الآن يرى السيد الوزير مغزى ما قصد. إنما عنيت أنهم من رجالك، معك في هذا الأمر. يا سيدي كثرة القسم تسقط المروءة، ولكني أشهد الله على صدقي، لقد تعرض لفتاة حرة عربية. لقد حدث هذا يا سيدي، وكان يجب أن أفعل ما فعلت. ولو عاد الزمن بي لفعلت الشيء نفسه. لم تكن هناك فتاة حرة عربية أو غير عربية. لا أريد أن أسمع أكثر من هذا. سأعتبر الأمر مشادة بين الرجلين، كلاكما يعلم الحقيقة وإن لم يعلمها غيركما، ولابد أنه يدرك الآن خطأه. الآن ستخرج أنت معي. سيدي لقد سمعتني، وفي المرة القادمة عندما تقبض على أحد من الناس تثبت أولا من أنه لا يخصني. الذي يخصني يخص السيد الحاجب، والذي يخص السيد الحاجب
يخص أمير المؤمنين. لا يغيب عنك هذا. العفو يا سيدي. والآن تصافحا قبل أن نخرج، كأن الأمر لم يكن. هيا يا سيدي، عمامتي قد بقيت هنا. سأسبقك وأترك في الخارج من يحمله إلي بعد أن تصلح عن هيئتك. لم تقل لي إن ابن حدير يعرفك. هل كان هذا يغير شيئا؟ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. أم فاتك هذا المعنى من الحديث الشريف؟ وإذا كانت التقوى هي المعيار فلا أظن أنك تزن بها شيئا. ألا تضع عمامتك؟ سأحتفظ بها للذكرى. كلنا محكوم لذاكرته. يبدو أن ثقتك بالخروج من هنا كانت في محلها، ولكن بهذه السرعة، أهو فقط قدر الأمر العظيم الذي خلقت له كما كنت تقول؟ فكان لابد أن تخرج كي تصنع. لا تقل لي إنك أثرت في ذلك العتل فاعتذر إليك. قدر السماء يظهر في أسباب الأرض، ولا بد أن الذي أخرجك من هنا سبب كبير. ليس هذا مهما. المهم، لقد بدأت أصدق حقا أنك ستدخل إلى قصر الخليفة. فالذي يستطيع أن يخرجك من وجر الذئب سالما يستطيع أن يدخلك إلى عرين الليث غانما. لا تحسب أني أحسدك، وإن كنت سأفتقدك. وأنا أيضا، ولكني سأعمل على إخراجك من هذا المكان في أقرب وقت. لا أعرف متى، ولكني أعدك بذلك. لم أعرف كيف أستطيع أن أصبر بعد اليوم، بعد أن ذكرتني بأنس الصحبة وأحشة الوحدة، بعد أن كدت أعتادها. يجب أن تصبر. سأحاول، ولكن إذا تأخرت فربما حاولت الفرار حتى لو قتلت في المحاولة. لا تتأخر عن الشمس وقرطبها. إذا كنت تستطيع أن تنتظر هنا فإن قرطبة لا تستطيع. سأزورك.
قد جعلت مهمتي من أجلك أكثر صعوبة يا محمد. الصقالبة ذو قوة وشأن في قصر، ولا أحسبك ترجل هذا. قد لا يكون جوهر هذا من كبراء فتيانهم، ولكنهم يجتمعون على رأي واحد ولا يخذل أحدهم الآخر. يا سيدي، أنت من دون الخلق، يهمني أن تكون قد صدقتني. لم أشك لحظة واحدة، ولكن يجب أن أخذه بشيء من الكياسة حتى لا ينكسر العود. نعم أنا وزير، ولكن كما قلت لك هناك كبراء فتيان القصر، فائق وجؤذر وسواهما، وهؤلاء يحلون ويعقدون أكثر مما أملك أنا، بل أكثر بكثير. إنهم ينافسون الحاجب نفسه في الرأي والتدبير، ويدخلون إلى حيث لا يدخل رجل في الدنيا من حرم القصر. وصدقني أن أمرا يدبر هناك أبلغ بكثير من بعض ما يدبر في غيره. إني أقول لك هذا لكي تعيه منذ الآن. قد تعلمت كثيرا في جامع قرطبة، ولكن ما يزال عليك الكثير لكي تتعلمه خارجها. هذا إذا كنت جادا حقا فيما تسعى إليه، العمل في القصر. ولا أظن أنك قد ساعدتني كثيرا بما فعلته مع ذلك الصقلبي. يا سيدي، لم يكن أعرف، لم يكن في استطاعتك أن تفعل غير الذي فعلت. هذه أعراف الفروسة، ولا يكون الفارس فارسا بغيرها. ولكن كان في استطاعتك أن تتجنب مكانا أو موقفا ترى فيه ما رأيت، فتضطر إلى فعل ما فعلت. الذي يقع في غيابك لا يحسب عليك، فلا تطالب نفسك ولا أحد يطالبك. يا سيدي، إنني أعمل في السوق، فكيف لي أن أتجنب؟ إذن اختر عملا آخر. يا سيدي، هذا ما أطلب، هذا ما جئتك فيه أكثر من مرة. ألا توجد منزلة بين عمل السوق وبين قصر الخلافة؟ غدا إذا سنحت الفرصة وتوسطت لك عند الحاجب أو الخليفة وسألوني ماذا تفعل، هل أقولون إنه يعمل بالأجرة في دكان بالسوق؟ لا يكفي أن أذكر نسبك ونبوغك في العلم. إنك تحسن الكتابة، الكتاب ليسوا جميعا كتاب الخليفة أو الحاجب. الناس يحتاجون أيضا إلى من يدبج لهم كتبا بليغة المنطق لبعض حوائجهم. سأذكر هذا يا سيدي. اذكره جيدا وأعني على نفسك، إن هذا الأمر يسمى سياسة. الغصن اللين يصمد للريح، والصلب ينكسر. احفظ هذا أيضا. لن أنسى جميلك أبدا يا سيدي. لا تشكرني، إني أحفظ ذمة أبيك. ثم إنني لا أحب هؤلاء الصقالبة. والآن ألا تبقى لتتناول الغداء معي؟ شكرا يا سيدي، أفضل أن أعود إلى مكاني. لا بأس. لا أدري يا سيدي إذا كان هذا هو الوقت المناسب، ولكني قضيت فترة سجني مع شاب. لا تسألني أن أتوسط له أيضا، فأنا لا أعرفه، وأبوه لم يكن صاحبا لي كأبيك. وأنصحك أيضا ألا تحاول زيارته أو زيارة أمثاله، فذلك يضر بهدفك. اعتبر نفسك محظوظا إذا نسي خبرك مع ذلك الصقلبي. هل تدرك ما أعني؟ محمد، أتراها لو كانت حرة ولكن غير عربية أكنت تنتصر لها أيضا؟ مؤكد
مؤكد يا سيدي إنها كما قلت أعراف الفروسة. إنني خجل منك يا ولدي، ولكن لا بأس يا عم، لا بأس، إنني أتفهم الحال. أنا وعائشة سنذكر لك موقفك إلى الأبد، أليس كذلك يا عائشة؟ هو من ينسى فعل الشاب القوي الأمين غير الجاحد المنكر؟ إنها كل ذريتي، بل كل أهل بيتي بعد وفاة أمي. اسمع يا ولدي، إنك لا تستحق الخير، ولعلي أجزيك بالذي فعلت. لا تقل هذا يا عم، كنت سأفعل الشيء نفسه لو كانت أي فتاة أخرى. ومع ذلك اتفق أنها كانت ابنتي، وأحب أن تشاركني تلك الدكان، نصف لك ونصف لي. دعني أكمل قبل أن تقول شيئا. قد يبدو هذا غريبا بعض الشيء، فالعرف بخلاف ذلك، ولكن يحدث بين أهل الصفاء والوفاء، وأرجو أن نكون قد صرنا منهم. الذي أريد قوله، إذا كنت راغبا في الزواج فإني أزوجك ابنتي. هل صدمت؟ لا أبدا، الحق إنني مسرور، ولكن أما الدكان فبارك الله لك فيها، فليست التجارة همي. قد عزمت أمري أن أقتعد دكانا صغيرة عند قصر مولانا أمير المؤمنين، فأكتب لذوي الحاجات. وأما الأمر الآخر فهذا شرف لي يا سيدي، وإني راغب، ولكن إن لي غاية بعيدة أريد أن أبلغها، ومسلكها وعر، فأخشى إن تزوجت الآن أن أظلم زوجتي، وإن لم أفعل ظلمت همتي، ولست أحب هذا أو ذاك. غبة إذن، ولكنها ستطول. لا بأس عندي في أن تطول، لا أحد يحب أن ينزل عن ابنته، لا سيما من كان مثلي. إنها تؤنسني وتنهض بحاجتي. ألا تستشيرها؟ لا أظن أننا بحاجة إلى ذلك. القوي الأمين، أنت الذكي الفطن، أليس هذا ما قالته بنت شعيب النبي عليه السلام لأبيها في أمر موسى بعد أن صنع لها خيرا؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، فزوجه إياها. تقدم يا والدي، اجلس هنا. اذكر لي حاجتك يا ولدي. لي حاجة عند أمير المؤمنين. الحاجة عند الله وحده، يعطي ويمنع، وكلنا بعد ذلك أدوات مسخرة من أمير المؤمنين حتى أصغر أجير في حارة السقائين. اذكر لي حاجتك أولا كي أكتبها لك.
لابن عم ظلمني في أرض لي صغيرة إلى جانب ضياعه آكل منها وتغنيني عن سؤال الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حقك كما وعدتك إذا انقضت مسألتي. أنا مسرور أنك بلغت حاجتك. اسمع، إذا كنت في حاجة إلى هذه النقود فأنا لست على عجل. ليس معي مثل هذا. لا تلتفت إلى النقود. قلت لي إن ابن عمك قد ظلمك في تلك الأرض، تعني أنه ادعاها لنفسه وضمها إلى ضياعه. بلى. أنت محمد بن أبي عامر الكاتب؟ ألم تقرأ اللافتة؟ اللافتة. ألم تذهب إلى القاضي؟ قيل لي إنك بارع في عرض المسألة، أرني الآن إن كان هذا صحيحا. ألا ترى أنني منشغل مع الرجل؟ أي رجل؟ هذا؟ دعه الآن، أنا في عجلة من أمري، ورائي تجارة ولا أستطيع. إذا ابحث لك عن كاتب آخر. ماذا؟ ألا تعرف من أنا؟ أتقدم هذا علي؟ جاء قبلك وكنت منشغلا بمسألته قبل أن تقتحم علينا. اقتحمت علي؟ أليس هذا عملك؟ أنا سأدفع لك جيدا، ما الذي ترجوه من هذا؟ لا تضع وقتي كائنا من كنت. الناس عندي سواء، الأولى فالأولى، لا أحد يتقدم على الآخر. والآن إذا كنت تقبل هذا فانتظر هناك، وإلا فاذهب إلى غيري. ألم تذهب إلى القاضي؟ بلى، ولكن لم تكن معي بينة، وابن عمي ظلمني، قتله الله، حلف اليمين. لا بأس عليك. يريدني أن أتسول، وأنا لست معتادا على ذلك. هل يطول هذا؟ إن لم تكن معك بينة فما عساه يفعل أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين رجل متفضل، وكما قال السيد يقال إنك تحسن المدخل. لا بأس. تعرف إلى أين تأخذها؟ يا والدي، قد نسيت هذا. لا، هذه ليست لي. بل هي لك، إنها هدية. هل حان وقتي الآن؟ الآن أذكر لي حاجتك. محمد، كيف حالك؟ بخير، ما دام مولانا أمير المؤمنين بخير. إنه بخير. منشغل؟
لا، يستطيع صاحبنا أن ينتظر. هذا حسن. هل تريد أن تكتب كتابا جديدا إلى أمير المؤمنين؟ قد أهل علينا رمضان. سأحبر لك كتابا ما كتب مثله. يحسن بك أن تفعل هذا. يجب أن يكون كتابي متميزا عن كل الكتب. إنك تكتب خيرا من كتاب مولانا. ومع ذلك فهم داخل السور وأنا خارجه. الناس عندك سواء، كائنا من كان لا يتقدم كبير على الصغير. لماذا إذن لم تمنعه بنفسك من التقدم عليك؟ الحق يؤخذ ولا يطلب. هيا سمي حاجتك. لي تجارة هلكت في البحر ب20,000 دينار. وماذا تريد؟ ماذا أريد؟ أليس هذا بينا؟ أريد أن يصرف لي عوضها من ديوان الصدقات. من ديوان الصدقات؟ هذا باب من أبواب الزكاة ومصاريفها. إنه حق. وهي كل مالك؟ ربع مالي، تقل أو تزيد. أهلك الله الأرباع الثلاثة الباقية. ماذا؟ أتدعو علي أيضا؟ أنا وعامة المسلمين. اذهب أخزاك الله، اذهب. هل تصدق هذا؟ ما أكثر ما يرى الإنسان في مثل عملي. ومع ذلك فلم يكن مخطئا في الذي قاله أولا. ذلك كان ذاك جؤذر أحد كبار الفتيان الصقالبة. قد تساوي عندي في الصفاقة فقدمت من أنتفع به. نعم، إنما أستعين به علي. كل خطوة تقربني من هذا المكان تقرب أمثال جؤذر من نكبتهم. هذا مقصدي. ليس بينك وبين ذاك غير السور الذي تجاوره، فكأنك من أهل الأعراف، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، وما أدري أين الجنة من السور وأين النار. أخيراً بعد هذه الشهور. لم يكن الحصول عليه هيناً يا بني،
ولكني رأيت إلحاحك بالسؤال عنه. كيف تجد الخط؟ أفضل مما كنت أنتظر. كم ثمنه؟ لك أنت بعشرة دراهم فقط. أزيدك علي عشرة دراهم أخرى. إذن أنت أحق به. أزيدك درهمين على العشرين. فهو علي بثلاثين. 32. 50 درهم. كل ما معي 100 درهم. وإن زدت زدت. أعز الله سيدنا الفقيه، إن كان لك غرض في هذا الكتاب طبت خاطرا بنزولي عنه، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده. لست بفقيه ولا أدري ما فيه، ولكني أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبياض الحضرة، وبقي فيه موضع يسع هذا الكتاب، فلما رأيته جيد التجليد استحسنته ولم أبالي بما أزيد فيه، والحمد لله ما أنعم به من الرزق فهو كثير. نعم، لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك، يعطي الجوز لمن ليس له أسنان. وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به، يكون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه. هل شهدت ما جرى؟ شهدت من سخف هذا الرجل ومن لؤمي كما يكفي. لؤمي؟ ليس هذا ديوان صدقات إن كنت تجهل، فلماذا تلومني؟ لا والله لا ألومك، بل ألوم ذلك الشاب على رقة حاله؟ بل على قلة حيلته وضعف همته. أفما كان يقدر أن يضغط على خناقك حتى تعدل فيه؟ لو عدلت فيه لظلمت نفسي، وأحمد الله أنه لم يكن أنت. لماذا لا تشارك الناس احتفالاتهم؟ إنهم يزمرون هناك. الخليفة هو الذي رزق ولدا ولست أنا، ولا أهل قرطبة أيضا، ومع ذلك فهم يحتفلون. ألا تشارك مولاك في فرحته؟ ثم إن المزمار آلة العامة. آلة العامة؟ وأين تضع نفسك؟ بين بين؟ إنك كثير الكلام. إنها صنعتي. كيف أحوالك يا محمد؟ سنة عفس وسنة بلوط كما يقولون. وأنت؟ ولكن لماذا أسأل؟ أنتم معشر الوراقين أسعد الناس حظا في هذا العصر. إذن لماذا لا تعمل وراقا؟ أهل قرطبة جميعا يشترون الكتب قبل الطعام، للعلم أو للزينة أو لكليهما معا. مثلي ينبغي أن تحبر فيه الكتب والأوراق، لا أن يحبر لغيره عن غيره. خذ هذه نسختك، جعلت أحد هؤلاء يسهر الليل بطوله كي يفرغ لك منها. مثلك لا يحبر لغيره. ماذا تفعل بدكانك عند باب القصر؟ على الأقل نحن هنا نحبر العلوم والمعارف، أما أنت هناك فتحبر الرقع والعرائد والكتب لفتيان القصر، السقالبة وغيرهم. سأقرأ هذا الكتاب، فإن وجدته حسنا دفعت لك ثمنه، وإن وجدته غير ذلك رددته عليك فألقمتك إياه.
إياك أن تطلع عليه أحد. أنت تعرف يا صديقي رأي الأندلسيين في كتب الفلسفة، تهون الموبقات جميعا دونها. لا أريد أن تحرق دكاني. ها أنصت، لا تسمع هتاف الناس، إنهم جميعا يحتفلون بك. ألست سعيدا بهذا؟ يجب أن تكون. أنا سعيدة. كلهم يحتشدون من أجلي، وهو الوحيد الذي لا يدرك هذا. أنا أدرك عنه. لو شئت لخرجت إلى شرفة الخليفة أنظر. مع مولانا؟ مع والد ابني عبد الرحمن. جميل، إنك تكتب خيرا. من كاتب الطراز في قصر مولانا، الجميع يقول لي هذا وأنا أصدق. هل كتبت لغيري من الفتيان مثل هذه؟ 100 رقعة أو تزيد، ونحن لا نزال في أول النهار. كلهم يريد أن يهنئ الخليفة أسعده الله بالمولود. وكيف لا؟ لم أرى مولانا أسعد منه اليوم. لا عجب، بعد 50 يكاد المرء أن ييأس. قلت إنك كتبت 100 رقعة كهذه حتى الآن. لا تقلق، لم أكرر عبارة واحدة فيها جميعا. كبير الفتيان فائق، يستحق شيئا مميزا. كيف تستطيع هذا؟ فلتتوالى المناسبات السعيدة يا محمد، وسوف تصبح غنيا. اسمع، اكتب لي واحدة أخرى لصبح. صبح؟ أعني السيدة صبح، أم عبد الرحمن منذ اليوم. سأعود لألتقطها منك. السلام على ابن عمي. قلت لك 1000 مرة لا تأتي إلي هنا. مهلا مهلا، عدني واحدا من ذوي الحاجات. أعطني دينارا. محمد، كيف حالك؟ محمد، كيف حالك؟ حالك. ها. يا رجل، كم صار لك في قرطبة وأنت بعد لم تحسن نطق الحروف؟ وأنت؟ أنا أهاول. أحاول. سألتوي لساني قبل أن يستخيم لسان أحدكما. لا حول ولا قوة إلا بالله. متى محمد؟ متى أسير أتحدث مثلك؟ لن تتحدث مثلي في يوم من الأيام، ولكن يمكنك أن تصل إلى درجة متقدمة من الإتقان في وقت معقول، إن لم تقضي جل وقتك في قرطبة تتحدث مع قسطنطين باللطينية. ماذا أفعل؟ نعم، كل يوم يأتي يزورني، ساعات يتكلم، يناقشني في الدين، وأنا أقول لا نريد نناقش دين. إذا كان نريد نتحدث حسن نتحدث عربي. تتحدثان بالعربية، وماذا يمكن أن يتعلم أحدكما من الآخر غير الأخطاء؟ تحدثوا مع الناس، مع أهل قرطبة، مع أهل الأندلس، مع العرب، مع أبناء اللغة. الغريب يا محمد، أنا أفهم، نعم أفهم كل كلمة، كل جملة أسمعها منك أو من المعلمين، لكن أتحدث أنا؟ لا، خطأ كبير. ليس هذا غريباً.
لما أكون وحيد قبل أنام أتصور نفسي أتكلم نعم أناقش أهاور بالعربي نعم بالعربي حينئذ يخرج كلام عظيم بالعربي لا يوجد صعوبة أتكلم في كل شيء طب فلسفة حساب جبر موسيقى نعم موسيقى أتكلم في كل شيء كل شيء هنا كثير أعلم إني أتكلم مثلك بالعربي تماما كما تتكلم وتناقش وتهاور ما فرق لما أفيق أحاول أتذكر مقدر نعم لو بقيتما هكذا فستعودان إلى بلديكما كما جئتما من كتب لك هذا؟ أعجبك؟ رجل يعمل في هذه الصناعة عند سور القصر محمد بن أبي عامر؟ لك تعرفين اسمه؟ قد تعودت رسم خطي لا أسأل واحدا منكم عن رقعة إلا قال ابن أبي عامر أتدري يا فائق؟ أنا نفسي أحياناً أحتاج إلى من يكتب لي متى شئت اذكري لي غرضك وأنا أنقل له معناه فأكتبه لك إنك تنسى يا فائق أنني لم أعد مجرد واحدة من جوار الخليفة أنا الآن أم ولدي أم الخليفة المقبل أليس الوقت مبكراً على هذا؟ مبكرا؟ مولانا الخليفة لم يسمي ولده وليا للعهد ليس بعد ولكنه سيفعل ولكن مولانا ليس فتى شابا وقد رزق بولده على كبر وشيبة ثم هناك إخوته وهم رجال أتستعجل أجل سيدك يا فائق؟ لم أعني هذا يا سيدتي على كل حال ما دمت تنظرين إلى الأمر على هذا النحو فاستعملي أحد كتاب مولانا فهم كثر والحمد لله وهل يجيد كتاب مولانا أن يقولوا مثل هذا؟ ولقد خصك الله به دون حرم الخليفة وخصه بك لمزايا فيك ليس لهن مثلها فالولد على مثال أمه وأبيه ولقد يقاس البعيد على القريب والغائب على الحاضر فلكأني به يشب وفي برديه رفعة أموية ووسامة بشكنسية فيشد بالأولى شدة الليث ويرق بالأخرى رقة العليل في الزهراء فأكرم بمن جمع الله له حسن الباطن والظاهر وجمال الخلق والخلقة حين جعله مزاج أمه وأبيه وإن الشمس وإن احتجبت بالسحاب لم يحل ذلك دون أن ينفض ضوءها ويعم الخلق فاستدل به المبصر عليها ورآها بآثارها